الراجل بيقول 10% وانا شايف ومنضم هو لحضرتك والاخرين. حضرتك، ما انا بقول حيطك، المحضر هو الامبراطور. الامبراطور طبعا طبعا، هو اما ان يحيي الحكم واما ان يؤيد هذا الحكم. عباره قويه طبعاً جدا طبعاً. المحضر هو امبراطور الحكم، اما ان يحييه او يقيمه. طبعا طبعا، هو يسجل في محضره ما شاء. ما فيش رقابه عليه. ضميره. ضميره. يعني هو حضرتك بيدخل وممكن يعني يقول ده في 20 كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا ولا شيء من ذلك يوجد، ثم يأتي للتنفيذ ويسأل صاحب الشيء أين ما المفردات التي تمت في محضر الحجز وهي أساسا لم تكن موجودة، وبالتالي بيتعمل تمديد ويتعمل كذا. في مصيبة تانية ثقافة ثقافة. لا، في حاجة تانية يا دكتور ويا ست اللواء بتحصل، اللي هي المطالبات القضائية. ينزل المحضر من دول ما بينزلش مكتبيا امتناع تبديد. أيوة أيوة أيوة. ويعرض على ثلاجه وغساله وبطريقه، عارف ان الحاجات دي بتبقى موجوده في كل بيت. الراجل لبس في قضيه ولبس في حكم والدنيا مشيت كده. طبعا انا بقول لحضرتك جهد القضاء كله، جهد القضاء كله على اختلاف درجاته وجهد المتقاضي وعناءه في الحصول على حكم، بس دي نسبه برضه قليله، ينتهي في النهايه الى زميل فاضل من ابنائنا المحضرين الذي يملك ناصية الحكم كله، إما أن يحييه وإما أن يؤيده، وله في إحيائه سبل وله في موته سبل أخرى طبعا، مؤقت التنفيذ.